Welcome to Chapter 3. Chapter 3 يتكلم عن Storage Devices اللي هي أدوات التخزين اللي نحن نستخدمها to store the data. لما أجي أعرف في البداية Computer Storage Devices هي عبارة عن Computer's hardware components that retain data even after the power is turned off. هي عبارة عن هاردوير، هذه الهاردوير تخزن البيانات حتى لو التيار الكهربائي تم قطعه من هذه الأجهزة. إذن هي تحتفظ بالبيانات. A computer stores data and program instructions in a file. الكمبيوتر يحتفظ بالبرامج ويحتفظ بالداتا في file, which is a collection of related information or program code that's given a unique name, اللي هو عبارة عن مجموعة من المعلومات والأكواد متعلقة بمكان معين. That's given a unique name التي تعطى اسم محدد أو اسم معين. ممكن أني أقسم storage devices إلى قسمين, يا إما أنها تكون primary storage يا إما تكون أنها secondary storage. The primary describes the main memory or RAM in a computer. ذاكرة الكمبيوتر البرايمري اللي هي الأساسية اللي هي عبارة عن الرام اللي نحن تكلمنا عنها قبل اللي هي كانت الراندوم أكسس ميموري, هاي أسميها برايمري. لكن السكندري ستوريج refers to devices that can store data permanently such as hard drive. نقصد بالسكندري ستوريج اللي هي الهاردوير أو الأجهزة اللي تحتفظ بالبيانات بشكل permanently بشكل دائم such as مثل الهارد درايف. هل بس الهارد درايف؟ لا, في عندي ايضا الفلاش درايف, في عندي الكومباكت ديسك اللي هو القرص المضغوط, الدي في دي, اكسترنال هارد درايف اللي هو الهاردوير اللي يكون اكسترنال خارجي يعني ينشبك باللابتوب او بالكمبيوتر. للبرايمري تحتفظ البيانات بصوره مؤقته temporary, لكن السكندري تحفظ البيانات بصوره permanently بصوره دائمه. نتكلم عن البيوس. البيوس اللي هو اختصار لـ Basic Input Output System اللي هو نظام الإدخال والإخراج الأساسي في الكمبيوتر. هو عبارة عن ماذا؟ هو Set of Programs called Firmware that tells the computer equipment how to start up. عبارة عن برامج مسؤولة عن تشغيل الكمبيوتر. The BIOS is permanently stored in special memory chips called read-only memory. البيوس مخزن داخل ذاكرة اسمها الروم. So the BIOS is permanently stored in special memory chips. إذا ما هي علاقة البيوس بالروم؟ إنه البيوس اللي هي مجموعة البرمجيات اللي تخبر الكمبيوتر how to start up مخزنة داخل الروم. كل ما أنا أشغل اللابتوب أو أشغل الكمبيوتر أول شيء يشتغل بالكمبيوتر اللي هي البيوس اللي هي مجموعة البرمجيات الخاصة بالستارتينج أب. Most Apple Macintosh computers and personal computers built to run Windows 8 and later use UEF اللي هو Unified Extendable Firmware Interface instead of BIOS. إذا النسخة المحسنة من البيوس أو النسخة الأبديتد أو المتطورة من البيوس أسميها UEFI. UEFI معظم الأجهزة المتطورة من نظام الويندوز أو نظام الأبل ماكنتوش تستخدم اللي هو الـ UEFI بدل البيوس. لو رجعنا لشابتر 1 وذكرنا الرام, نحن ذكرنا أنه الرام تخزن البيانات بصورة مؤقتة, لكن الآن الروم تخزن البيانات بصورة دائمة. لو أنا أريد أعمل مقارنة ما بين الرام والروم, أنه الستورج تبع الروم هو permanent يعني دائم, لكن الستورج تبع الرام هو temporary مؤقت. الروم start up instructions and configuration information for the computer, تحمل البيانات اللي خاصة بتشغيل الكمبيوتر وخاصة بالconfiguration. الرام تحمل البروجرام instructions and data that are being used by the CPU, تحمل البرمجيات أو الأوامر التي يستخدمها CPU. طالما CPU يشتغل فهو راح يحط الملفات أو الداتا أو الأشياء اللي يشتغل عليها عند الرام, وبعدين إيش؟ وبعدين يتبادلون الملفات. لأجل هذا السبب أنه الرام لازم تكون قريبة من CPU. لكن الروم كما ذكرنا هي تحمل البرمجيات الخاصة بعملية التشغيل. لهذا السبب حتى لو طفينا التيار الكهربائي عن الكمبيوتر الأشياء اللي موجودة داخل الروم ما تروح ولا تنمسح.